ما تتجرأي إنه تطلعي فيني؟ أو بالأحرى أنا ما رح أسمح لك تطلعي ورح تصيري تشوفي نارين بأحلامك. بس قلت لك كتير إنك تعرفي كيف تضبطي انفعالاتك. كل شي كان ماشي حسب الخطة، مزبوط هالشي؟ بس أنتي كان بدك تورجي نارين إنك منيحة. مفكر إنه خططك ناجحة وما كانت رح تفشل هاي المرة، صح؟ بس أنا ما بوثق بأي حدا غير بحالي، فهمت؟ وإنت بالذات ما بوثق فيك. راهول أنت ما عم تفهم، يعني نارين عم يخطب بوجه هلأ. كوني متأكدة إنه ما رح يصير هالشي حبيبتي، وثقي فيني. حتى لو أنا مو مهتم أبداً بالشي اللي عم تعمليه معي هلأ، بحب إلك إنه حتى لو نارين أعلن خطبته، بوجة بعمرها ما رح تكون مرته. سوبريان، شوفي مين إجا لعندك. دائما سوبريا كانت بتحب عيلتها وكان فرحها ما له حدود ابدا. نارين وبوجا هلا عم يرجعوا لبعض وهذا الشيء رح يفرحها اكيد. صحيح. كل شيء مبين انه منيح وانا كثير عم حاول انه ما اخاف. بس يا ترى سوبريا منيحة؟ هي بتعرف شو في براس نارين ابنها؟ بلشت اتوتر. مشتاق لشوفتك بس أنا خايف كمان. أنا خايفة إنه الناس يسخروا من خيارك ويقولوا إنك اخترت الشخص اللي ما بيستاهلك أبداً. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.